صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020. أوضح المتحدث العسكري أنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبري القبة اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل.